خليني أبدأ بالسؤال الأعم والأشمل. خلينا نتكلم الأول، إيه أو أنا أعرف إزاي أفرق ما بين سلوك غلط ومرض نفسي عند ابني أو عند بنتي؟ هو الحقيقة إنه السلوكيات الغلط دي بتيجي أساسا من الأم، يعني الأم هي اللي بتتصرف مع الطفل غلط، فبالتالي هو الطفل بيبقى عنده السلوك ده. يعني هو الطفل مش يعني إحنا اللي بنشكله، هو بيبقى عجينة صغيرة، فإحنا اللي بنشكل سلوك الطفل ده، بنشكل السلوك عنده. فأنا مثلا يعني إحنا عايزين نتكلم في 4 مواقف. أول حاجة إنه الطفل لما بيكون بيكذب كتير وبيتخلق مواقف وبيقعد يألف قصص وحاجات، ده بيبقى ناتج إن الأم عاقبت الطفل عقاب مبالغ فيه، فأدى إلى إن هو الطفل بيحاول إن هو يكذب علشان يهرب من العقاب اللي الأم عايزة تحطه فيه، فده بيرجع لأن الأم هي السبب في كده. فإحنا طبعا كتير من الأمهات ما بتبقاش عارفة إيه اللي المفروض يتعمل، فإحنا المفروض نعاقب ولادنا على قد الحاجة اللي هو عملها. يعني هو عمل حاجة مثلا صغيرة، مثلا سي ما عملش الهوم وورك النهاردة، فلازم أعاقبه على قد الحاجة اللي هو عملها. ما عاقبوش مثلا الطفل اللي هو بالذات تحت سن المدرسة، ما بيبقاش عارف مثلا اقول له انت مش هتروح يوم الجمعه النادي، هو مش عارف يوم الجمعه ده امتى او يوم الجمعه ده فاضل له قد ايه، ما عندوش حته الوقت او حته الزمن. فانا لازم اعاقبه مثلا على الحاجه اللي عملها دي غلط النهارده، فلازم اختار العقاب على قد الحاجه اللي هو عملها. طب خليني قبل ما نتكلم في الحاجات اللي الاولاد بيعملوها غلط، حضرتك قلت لنا في الاول انه الحاجات الغلط اللي الاولاد بيعملوها بيبقى احنا كاباء وامهات اللي وصلنا لهم الصوره دي بالزبط. فبالتالي هم بقوا بيعملوا الحاجات اللي احنا بنعملها. تمام. طيب لو احنا بنتكلم في الفرق ما بين سلوك غلط ومرض نفسي، هل كل الحاجات اللي بتتعمل من الولاد غلط مش ما بتوصلش للمرض النفسي، ولا كل حاجه غلط هم بيعملوها احنا عملناها قبلهم؟ لا، بتوصل للمرض النفسي لو انا ما عالجتش، يعني بيبقى سلوك غلط في الاول، لو انا ما عالجتوش بيتفاقم وبيبتدي ان هو، طالما انا ما عالجتش الحته الغلط دي عند الطفل ممكن طبعا تؤدي الى مرض نفسي. لكن هو في الاول كل حتى الامراض النفسيه بتبدا بسلوك، ولو كده ما اتعالجش يوصل او محتمل يوصل للمرض النفسي. هو لو ما اتعالجش اكيد هيوصل لمرض نفسي. لاني بيبتدي انه انا بعمل حاجه غلط وما بلاقيش حد ان هو يوجهني. طب هو ما اتعالجش لغايه امتى؟ لانه برضو دي نقطه مهمه، لغايه امتى؟ يعني لو انا ما صلحتش سلوك غلط عند ولادي اقول انه لا الوقت فات وانا كده خلاص مش عارف اصلح؟ لا، الحقيقه الوقت مش بيفوت، يعني هو لازم حتى لو الولد كبر ابتدي ان انا يعني احاول معاه. يعني احنا بنقول الصح ان هو يبقى تحت سن المدرسه اللي هو السن الطفولي الصغير، ان انا ابتدي اعلم فيه. طب لو انا الوقت ده ما عرفتش اعمل كده والولد كبر مثلا في سن ابتدائي او سن اعدادي، هل الوقت عدى؟ لا، ما عداش، ابتدي برضو معاه واحاول معاه. لانه في ناس كتير بتعتبر ان المرض النفسي ده حاجه عيب وغلط ان انا اوديه لدكتور او غلط ان انا اوديه لاخصائي نفسي، بتحس ان هو مش زي مثلا اي مرض عادي ممكن الطفل يعيا نوديه للدكتور، فبتحس ان هو حاجه عيب. عيب. بالظبط كده، يعني احنا كمجتمعنا بيفتكر دي عندنا بالظبط كده كارثه يعني. فلا، الوقت ما بيعديش، لا لازم الحق ابني، ولو الموضوع كبر جدا لازم اوديه لدكتور نفسي او اخصائي نفسي او حد اللي هو بيفهم في الارشاد النفسي، ابتدي اوديه وهو يحاول يعالجه.